بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبات كلية الطب في كل مكان، سنة أولى طب بشري نظام حديث، أهلا بيكم في استكمال فيديوهات أوفر فيو أوف ذا ريجونال أناتومي، وبالتحديد أوفر فيو أوف ذا أبدومن. وفي الفيديو ده هنتناول بالذكر الفيسلز أوف ذا بوستيريور أبدومينال وول كتاني وآخر فيديو يناقش البوستيريور أبدومينال وول. شفنا في الفيديو اللي فات المسلز أند نيرفز أوف ذا بوستيريور أبدومينال وول، في الفيديو ده هنتكلم على الميجور فيسلز اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول، يعني الاوعيه الدمويه الاساسيه الكبيره اللي ماشيه في البوستيريور ابدومينال وول. هيكون معاكم في الشرح دكتور احمد فريد زي ما احنا متعودين، مدرس الاناتومي امبريولوجي كليه الطب جامعه عين شمس. ونبدا كده ونشوف ايه البلاد فيسلز المهمه اللي موجوده في البوستيريور ابدومينال وول. طبعا لو جينا نبص على الميجور بلاد فيسلز اللي موجوده في البوستيريور ابدومينال وول هنلاقيها تشمل الابدومينال اورطة and the inferior vena cava. استكمال الاورطه اللي خدناها في الثوركس قبل كده كان له ascending part وكان له arch وكان له descending thoracic aorta، ولما عدى من الديافرام بقى اسمه abdominal aorta. ومعانا ان شاء الله الانفيرو vena cava اللي هو الوريد الاجوف السفلي اللي جايب الفينس ريتورن من نصف الجسم التحتاني وطالع بيه لفوق عشان يصبه في القلب. هنبدا كده مع بعض بالاورطه. الابدومينال اورطه بالتحديد، الابدومينال اورطة بالتحديد بيبدا ازاي؟ قال لك بيبدا عند الاورتيك اوبننج اوف ذا ديافرام، وحطيت لك علامه استفهام. هي ايه الاورتيك اوبننج اوف ذا ديافرام دي؟ احنا كان عندنا ثلاثه ميجور اوبننجز اوف ذا ديافرام، برافو عليكم، افتكرهم معايا كده. دي فتحه الانفيرو فينا كيفا، ودي فتحه الاسوفجس، واخر واحده كانت تحت في الميدل لاين عند الليفل اوف تي 12 فيرتبرا كان الاورطة. وقلت لك ساعتها ان الاورطه بيعدي من ورا الميديان اركوت ليجامنت، كانه معدي من ورا الدافرام علشان ما يتاثرش بالكونتراكشن بتاع الدافرام. يبقى ادي فتحه الاورتيك اوبننج اوف ذا دافرام اللي بيعدي منها الثوراسيك اورطه، هو نازل من الثوركس وبمجرد ما يمر منها يبقى اسمه ابدومينال اورطه، وكان الليفل بتاع الفتحه دي عند الليفل اوف تي 12 فيرتبرا، يعني اخر فقره صدريه في الميدل لاين بالظبط عشان الام سي كيو. وبعد كده بينزل in front of upper four lumbar vertebrae، بالعقل ما هي فتحه الاورتيك اوبننج اوف ذا دافرام عند تي 12 فيرتبرا، يبقى اذا مين الفيرتبري اللي بعد كده؟ لمبر 1 ثم لمبر 2 ثم لمبر 3 ثم لمبر 4. يبقى هو بينزل in front of 4 lumbar vertebrae فقط. وينتهي فين بقى؟ بص معايا كده، شايف السهم بيشاور فين؟ ينتهي عند اللور بوردر اوف لمبر فيرتبرا رقم 4. يعني اذا هو مش ماشي قدام لمبر فيرتبرا رقم 5، هو بيخلص عند اللور بوردر اوف لمبر فيرتبرا رقم 4 باي جيفنج تو كومن ايلياك ارتريز. اتنين كومن ايلياك ارتريز، ليه بسميه كومن ايلياك؟ عشان كل كومن ايلياك هيدي اكسترنال ايلياك يروح لللور ليمب، وانترنال ايلياك يخش على الاورجنز بتاعه الحوض او البلفس. فعشان كده بنسمي الشخص ده كومن ايلياك، ليه؟ لانه بيدي اكسترنال ايلياك يروح لللور ليمب وانترنال ايلياك يخش للاورجنز بتاعه الحوض، وهنتكلم عن الانترنال ايلياك ده بالتفصيل لما ناخد ان شاء الله البلفيك اورجنز. يبقى الاورطه بدا كلمه ابدومينال سميناه ابدومينال من بعد ما عدى من الدايفرام عند الليفل اوف تي 12 فيرتبرا، وبعدين مشي قصاد اول اربعه لمبر فيرتبري وخلص عشان يدي اثنين كومن ايلياك ارتريز. يا ترى ايه البرانشز بتاعته؟ اكيد هيغذي الاورجنز اللي موجوده في الابدومين. branches of the abdominal aorta قسمتهم لك اول جزء من البرانشز ثلاثه سنجل برانشز. يعني ايه ثلاثه سنجل برانشز؟ يعني البرانش اللي يطلع وحيد، ملوش واحده يمين واحده شمال، لا طالع سنجل. هذه البرانشز هي السيلياك ترانك او السيلياك ارتري، شايفه اهو السيلياك ترانك طلع وبعدين ادى برانشات، لكن هو طالع واحد بس من الاورطة. ده بيغذي الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، يعني الكبد والمعده والاسوفيجس، سيلياك ترانك. والتاني اسمه سوبيريور ميزنتريك ارتري، تحتيه على طول اهو سنجل برضو، يعني مش يمين ولا شمال، طالع من النص سنجل اهو. سوبيريور ميزنتريك ارتري نسبه الى الامعاء، بيغذي الجزء الاوسط من الجهاز الهضمي. الاتنين دول بيطلعوا عند الليفل بتاع L1 فيرتبرا، تقريبا نفس الليفل. بص واحد عند الفرتبرا من فوق، مجرد ما يعدي الاورطه من الدافرام يقوم مطلع السيلياك ترانك، والتاني عند اللور بوردر بتاع نفس الفرتبرا. يبقى ادي السيلياك وادي السوبيريور ميزنتريك. التالت اسمه
inferior mesenteric artery اهو شايفينه طالع سنجل برضه طالع من الاورطه سنجل مش يمين وشمال طلع وبعدين ادى برانشات مختلفه الانفيرو مزنتريك ارتري ده من اسمه انفيرو مزنتريك بيغذي الجزء السفلي من الجهاز الهضمي او القناه الهضميه يبقى ثلاثه سنجل مسؤولين عن تغذيه القناه الهضميه السيلياك ترانك بيغذي الجزء العلوي من القناه الهضميه السوبيرو مزنتريك ارتري الجزء الاوسط من القناه الهضميه الانفيرو مزنتريك ارتري الجزء السفلي من القناه الهضميه وبعد كده بيدي اربعه بيرد برانشز يعني كل برانش لوحده يمين واحده شمال فعشان كده سميناه اربع ازواج من البرانشات تعالوا نعرف اساميهم اكيد هيغذوا اورجانز موجوده على الناحيتين صح اكيد يا دكتور بالمنطق هيدي انفيريور فرينيك ارتريز هيدي ايه انفيريور فرينيك ارتريز واحده تروح لنص الدافرام اليمين واحد يروح لنص الدافرام الشمال من تحت طبعا الدافرام ده احنا عرفنا من زمان من ايام الثوركس انه عامل زي الشمسيه زي الباراشوت فصل الثوركس على الابدومين فالابدومن الاورطة يقوم يغذي الجزء التحتاني من الشمسية يدي inferior phrenic arteries وبما ان الديافرام له رايت كوبيولا وليفت كوبيولا فيدي له برانش يمين وبرانش شمال ويدي سوبرارينال arteries اهو سوبرارينال يمين وسوبرارينال شمال ادي اليمين وادي الشمال اهو سوبرارينال علشان الغدتين الكظريتين اللي فوق كل كلية سوبرارينال اللي فوق الكلية اليمين يروح لها رايت سوبرارينال جلاند artery وسوبرارينال اللي فوق الكليه الشمال يروح لها ليفت سوبرارينال ارتري تمام دول بيخرجوا برضو على بعض عند الليفل بتاع L1 فيرتبرا لمبر فيرتبرا رقم واحد تحتهم يخرج رينال ارتريز شرايين كلويه ادي الليفت رينال ارتري رايح للكليه الشمال وزميله الناحيه الثانيه هو الرايت رينال ارتري رايح للكليه اليمين رينال ارتريز يبقى سوبرارينال للغدد فوق الكلويه ورينال للكلاوي نفسها كلية شمال وكلية يمين ده بيخرج عند الليفل بتاع L2 لمبر فيرتبرا ثم جنادل ارترز جنادل كلمة جنادل يعني ليها علاقة بالجينيتال سيستم يعني انا عندي 2 تستس خصيتين لو انا ميل والفيميلز او السيدات بيبقى فيهم 2 اوفرز مبيضين فيخرج لهم 2 جنادل ارترز لو كان الشخص ده ميل هنسميه تستيكولار ارتري اهو اليمين وزميله تستيكولار ارتري الشمال اهو رايحين للخصيتين طب لو كانت فيميل واحده ست هيبقى اوفيريان ارتريز اوفر يمين رايح للاوفر اليمين واوفيريان شمال رايح للاوفر الشمال دول موجودين عند الليفل بتاع لمبر فيرتبرا رقم 3 يخرجوا من عنده وبعدين ينزلوا بقى يروحوا يشوفوا هما رايحين فين كويس يبقى انا عندي 3 سنجل خاصين بالقناه الهضميه 4 ازواج خاصين بالاورجانز اللي ليها ازواج عندي كليتين عندي فوق كل كليه سوبرارينال جلاند وعندي خصيتين او مبيضين وعندي جزئين للديافرام اتفقنا واخيرا ثلاثه تيرمينال برانشز ثلاثه تيرمينال برانشز اثنين هنعرفهم من السلايد اللي فاتوا اللي هو الاثنين كومن ايلياك ارتريز رايت كومن ايلياك وليفت كومن ايلياك تمام وواحد في النص اسمه ميديان سيكرال ارتري وده الوحيد اللي بيخرج من الباك بتاع الاورطه ده الوحيد اللي بيخرج من ظهر الاورطه من ورا وينزل يمشي على السيكرم في النص كده عشان كده سميناه ميديان سيكرال ارتري اللي ماشي في الميدل لاين وده سنجل بالمناسبه في بعض الكتب بتعتبر ان الترمينيشن بتاع الاورطه هو الاثنين كومن ايلياك بس وبيعتبروا الميديان سيكرال ده از ا سنجل برانش ساعتها كنا هنقول 4 4 2 يبقى انت بطريقتك يا اما تقول 4 سنجل وتضمن من ضمن السنجل دول الميديان سيكرال ارتري وتقول 4 بيرد و2 تيرمينال بس اللي هما الكومن ايلياك يا اما تقسمهم زي ما هو مكتوب عندك في كتاب الاسم بالمنظر اللي انا عامله ده 3 سنجل 4 بيرد و3 تيرمينال 3 4 3 شوف بقى دي خطه فريق مين لو انتوا بتحبوا تسمعوا كوره يعني في فرق كتير بتحب تلعب ب 3 4 3 مش عاجبك طريقه لعب 3 4 3 وعايز تخليها 4 4 2 هتحط الميديان سيكرال ده مع الثلاثه سنجل الاولانيين يبقوا 4 سنجل 4 بيرد 2 تيرمينال اللي هما الاثنين كومن الياكس بس براحتك الاناتومي ما فيهاش ما هياش قران في كل حاجه ممكن تقسم زي ما انت عايز وخصوصا لو حاجه ينفع نقسم فيها زي اللي انا بقول لك عليها دي تمام حلو قوي كده خلصنا الارتريز ايه رايكم نتكلم على الفينز الفينز زي ما قلت لك هو الانفيريور فينا كيفا الوريد الاجوف السفلي اللي جاي بقى الدم من تحت لفوق فلازم نعكس الاتجاه
هنقول ان الانفيريور فينا كيفا اي في سي انفيريور فينا كيفا بيبدا عند اللور بوردر بتاع ال 5 فيرتبرا. ال 5 فيرتبرا باي يونيون اوف 2 كومن ايلياك فينز. ما هو عكس الاورطه، الاورطه ده 2 كومن ايلياك ارترز، كل كومن ايلياك ده اكسترنال وانترنال. الانفيريور فينا كيفا بقى هيتكون ازاي؟ بالتريبيوتريز، بالروافد اللي اسمها 2 كومن ايلياك فينز بس عند ال 5 فيرتبرا. ولاحظ ان الانفيريور فينا كيفا بيبدا تحت ما يخلص الاورطه، الاورطه بيخلص عند ال 4، فيو فينا كيفا بيبدا عند ال 5. 2 كومن ايلياكس يعملوا لي الانفيريور فينا كيفا، هنقول بقى بينزل ولا بيطلع؟ برافو، ات اسندز، بيصعد بيطلع لفوق على الرايت سايد اوف ذا اورطا، ماشي على يمين الاورطا لحد ما يوصل للفينا كيفال اوبننج اوف ذا دايفرام. وحطيت لك علامه استفهام، ما هي الفينا كيفال اوبننج اوف ذا دايفرام دي؟ اهي شورت لك عليها بالسهم، دي كانت عند الليفل اوف ايه؟ اوف تي 8 فيرتبرا على الرايت سايد من الميدل لاين، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى حاططها ويذن ذا سنترال تندون اوف ذا دايفرام، جوه السنترال تندون بالتحديد، علشان ما يتاثرش الفينس بلاد وهو راجع بالكونتراكشن بتاع النفس بتاعنا بتاع الدايفرام. كويس؟ يبقى مين من الثلاث فتحات اللي موجوده في السنترال تندون فتحه الانفيو فينا كيفا؟ مين اللي موجوده عند الليفل اوف تي 8 فيرتبرا على الرايت سايد من الميدل لاين فتحه الانفيو فينا كيفا؟ ونركز انها على الرايت سايد، عشان للاسف في بعض الكتب مكتوب فيها بالخطا انها موجوده على الليفت سايد. لا، الانفيو فينا كيفا فتحته موجوده على الرايت سايد من الميدل لاين. تمام؟ بيستقبل ايه بقى؟ الروافد بتاعته تريبيوتريز اوف ذا انفيو فينا كيفا. اكيد برضو هيبقى له روافد بيرد وروافد سنجل، هيجيله تلاتة روافد بيرد. مين هما؟ الكومن ايلياك فينز اللي كونوه اصلا، اتنين كومن ايلياك فينز، واحد يمين واحد شمال. وهيجيله كمان ايه؟ اهو ادي كومن ايلياك شمال وكومن ايلياك يمين، اتجمعوا عملوا انفيو فينا كيفا. هيجيله الرينال فينز اللي جاي من الكليتين، اهو اللي جاي من الكليه الشمال شايفينه، واللي جاي من الكليه اليمين لو تلاحظ كده وتدقق نظره ليه مستخبي اهو، ليفت رينال فين ورايت رينال فين. وهيجي لنا هيباتيك فينز، وخلي بالك عشان الهيباتيك فينز دول في معظم الناس ما لم يكن في كل الناس هم ثلاثه هيباتيك فينز وليس اثنين فقط، عشان في بعض الكتب مكتوب فيها اثنين، لا هم ثلاثه هيباتيك فينز بس احنا حطيناهم هنا مع البيرد عشان ما تنساش. هتقولي والله انا حاططهم اللي هم اكتر من واحد، يعني اثنين كومن ايليكس، اثنين رينال، واثنين هيباتيك، ولكن في معظم الحالات بيبقوا ثلاثه مش اثنين، عشان كده كاتب لك مي بي 3. حتى التكست بوك اللي انا جايب منه الصوره، المرجع اللي انا جايب منه الصوره جايب منهم ثلاثه اهم مش اثنين بس، ثلاثه هيباتيك فينز. ماشي؟ فانت ما تلخبطش نفسك، قول هيباتيك فينز كمان. ومفيش مانع كمان ان انفيريور فرينيك فينز زي الانفيريور فرينيك ارترز يصبوا فيه برده، اهو انفيريور فرينيك فينز واحد يمين واحد شمال، عادي جدا. بس احنا مش عايزين نقول لكم تفاصيل كتير لانكم هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل بعد كده في السنوات القادمه ان شاء الله. وبيصب فيه بقى اثنين سنجل تريبيوتريز. مين هما؟ الرايت جونادال فين، الرايت جونادال فين يعني الرايت تستيكولر لو كان العينه دي راجل، او الرايت اوفيريان لو كانت واحده ست. بص الرايت اوفيريان او الرايت تستيكولر رايح يصب مباشره في الانفيريور فينا كيفا، والرايت سوبرارينال اللي طالع من الغده الكظريه اليمين. ايه ده؟ امال الليفت جونادال والليفت سوبرارينال يروحوا فين؟ يروحوا فين؟ سؤال مهم جدا عشان الام سي كيو. بص معايا كده على الليفت جونادل، هتلاقيه طالع 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 رايح يصب في الليفت رينال فين بزاويه قايمه، والليفت سوبرا رينال فين برضه هيصب في الليفت رينال فين قبل ما يروح للانفيريو فينا كيفا. ايه ده؟ هل دي ليها حاجه طبيه معينه؟ ايوه، بيقول لك ممكن الخصيه الشمال بتكون متدليه شويه تحت زياده عن الخصيه اليمين. ليه؟ علشان الفينس ريتيرن او الدم الوريدي اللي راجع من الخصيه الشمال راجع يصب الاول بزاويه قايمه في الليفت رينال فين قبل ما يروح للانفيريو فينا كيفا، فده بيعمل اعتراض شويه للدم وهو راجع من الليفت تستس او من الخصيه الشمال. اما الرايت تستس او الخصيه اليمين الدم بتاعها رايح يصب على طول في المجرى بتاع الانفيريو فينا كيفا على طول، فما بتبقاش متدليه تحت عن الخصيه الشمال. ماشي يا شباب؟ دي باي ذا واي كده معلومه طبيه ممكن تقرا عنها او تسمعها في اي وقت. وبكده نبقى خلصنا المين بلاد فيسلز اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول، وخلصنا البوستيريور ابدومينال وول تماما. الى اللقاء في الفيديوهات القادمه اللي هتكلم فيها عن البريتونيوم والابدومينال كافيتي والابدومينال اورجانز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.